متابعي قناة بيستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. بعد وفاة الفنانة الجزائرية نعيم عبابسة، تقدم مشاهير الجزائر لتقديم التعازي على صفحاتهم الرسمية، ومن بينهم اليوتيوبر ديزا جوكر، حيث علق عبر هذا المنشور: كما ألقت هيلة بالشهب التعازي عبر هذا المنشور: اليوم فقدنا قامة عظيمة من قامات الفن الجزائري. الفنان الجزائري كادير جابوني يواسي الجراح بكتابة هذا المنشور: وفاة أختنا الفنانة نعيمة عبابسة، ربي ترحمها برحمتك، إن لله وإنا إليه راجعون. كما قدمت منى بن فغول التعازي للعائلة وكتبت: ربي يرحمك العزيزة. بطلة مسلسل مشاعر إثنان سارة العلامة كانت أيضا من المعزين، حيث كتبت: أتقدم بأخلص تعازي إلى أسرة سيدة الفنانة نعيمة عبابسة رحمها الله. الممثلة الجزائرية شهرزاد كراشني علقت: إن لله وإنا إليه راجعون. كما علقت الفنانة الجزائرية كنزة مرسلي: الله يرحمك ويوسع عليك. والإعلامية الجزائرية مقدمة برنامج بين سبورت علقت: خسارة كبيرة للشعب الجزائري الذي كان يحبها ويحب فنها الراقي، الله يرحمك يا نعيمة. وهذا آخر ظهور للفنانة نعيمة عبابسة.